Oh my god. فهلا حنكمل بشو بالموس. السلام عليكم، انا رن وانا جودي من قناة داتيز. اليوم رجعنا لكم بمقطع يا جماعة، يعني ما فيني اوصف انه قديش نار وحريقة، لانه حنعمل شيء بحياتنا ما عملناه، لانه ما وصل في بنت بحياتها تجرأت تعمل هيك شيء. لانه اليوم حارجع على البيت واكل بهدل من ماما كالعاده، بعد كل روحه صالون برجع على البيت. لا اليوم بس ما روحه عاديه، اليوم الروحه يعني رح تحلق شعرها بماكينه الرجال، ماكينه تحلاق. ما بظن في حدا عن جد بيسترجي، يعني كيف استرجيت تعمليها؟ ما اعرف صراحه، من زمان نفسي اجرب هذا الشعور، بحس شعور حلو هيك بيطلع الطاقه السلبيه. لا والله ما بيطلع الطاقه السلبيه، انت انسانه مجنونه، هي البنت يمكن. انسانه مجنونه يمكن. ما بعرف شو حيصير. ماما شو كيف بيطلع؟ يمكن اظن بيطلع نفس زمان، نفس ما كنت قاصصته. صح، ما بعرف انت ناويه كثير تخففيه انه زيرو وشو بدك تساوي. لا 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 الحمد لله الحمد لله. شوف، ما رح نطول كثير لانه انا شخصيا متحمسه لشوف شو رح يصير. يلا خليكم معنا شوف شو حيصير. انتوا بس شوفوا شعره قديش طول. او ماي جاد، يعني بالنسبه لي قصير يعني، بس بالنسبه لها كثير طول، ما بعرف كيف. فاليوم رح نحلق. يا طبعا اول شيء جينا نغسل شعرنا ورايح هنيك. هاي هاي، مستعدة؟ حاسة بالحماس؟ يا 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 انا خايفة بدالك. اوه هلا احلى شعور هذا. الحمام طبعا رند في الراحة بالحمام تبعها. لازم تقولي لحمام، يعني انا بسميه حمام، انت شو بدك فيني؟ اه حمام. انا خلصت حمامي ولساتها. طبعا الريند لازم دائما تتاخر عني، انا لازم اخلص قبله ولازم استناها، بس اوكي ماشي ماشي. هلا اللحظه، شوفي شوف شعري قد طول. اه او ماي جاد، او ماي جاد. بدي اسالك، اول مره بتحلق لبنت بالماكينه صح؟ لا ليه؟ والله من قبل بيجي ناس هيك؟ طبعا. او ماي جاد، يا تفشلت بس عادي، يعني عم مشي بالموضوع. فيني جرب؟ جربي انت بدي اسم. بس احكي لي شو اعمل. اوكي بس انا خاف. اوكي بس ما رح تستحكي صراحة، يعني بس فيك تعملي هيك. أوكي. بس ما كتير، شوي خليني هيك هيك هيك. حاسك عم تضحك علي يعني، بس اوكي خلاص. الشعر دخلت منه. هلا خلصنا من ماكينة الحلاقة، الوضع تمام يعني، ما كتير كتير قصر يعني، بس قصر. فهلا حنكمل بشو بالموس. لا تسألوني كيف عم صور، بس عم حاول صور لكم يعني فريقكم شو عم يصير، لأنه ما بقدر أتحرك وإيدي الثانية هون. هلا عم نقص الغره. شوفوا شعري، او ماي جاد. المشكله انه بتشوفوا صح، هو هذا الشو قليل، بس انه شعري بالاصل قصير، فانا ينقص منه كل هذا ما بقى في شعر. ولساتنا عم نقص الموس. واو عم تنكت عليه. اسلموا، طالع بجنة. الله ينعم عليك. شوفوا شعري ما احلاه طلع، وهي لسه ما خلصت. تذكروا لما قالت لكم انا دائما بخلص قبل رند، والرند خلصت قبلها. شماته لازم تطلع له من وين ما كان. اوكي اوكي
طبعا هذا هو اللوك النهائي. شوفي رند بحس هالمره كان افضل صح؟ ايه وهالمره الحلو انه هيك من هون الموديل كثير حلو بصراحه. هون هالمره قصر بعدين طويل بعدين اقصر كثير حلو. يسلموا يسلموا. كيف بدنا؟ نزعت لي عرشتي ونزعت لي المناكير. نحاول نصور الثمنيل. اوه جربي هيك. جربي تشوفي هي الجهة. كانك عم تشوفي. ظابط ظابط. اوكي بنترك لكم هلا المجال، شوفوا الثمنيل تبعنا من برا. شوفوا هون كيف لما قصت شعره. والله طالع مثل النماش. هلا رح يضلوا على الانين لوقت ما تتحممي. لنشوف ايمت رح تتحممي. في فاونديشن فوق الفاونديشن علقوا مضبوط. واو فوق الميك اب يا سلام، بس عن جد مبينين نمش من بعيد. اوكي اوكي نيو ستايل هيك نيو لوك على الاخر. هلا قررنا انه رح نعمل لوك ثاني. شو اللوك؟ نلفلف شعرنا شوي. عم نجرب شعرنا. عم نجرب شي جديد غير هذا. عن جد كثير حبيت. تعرفي لو لفلفتيه هلا عملتيه كيرلي حيطلع كثير قصير، حيطلع فنان. او ماي جاد حارجع على البيت وماما تذبحني وكل يوم فنان على الاخر. شو رايكم؟ اكيد ما حيضل هيك. استنوا هلا حنشوف النتيجه. شوفوا هلا شو عم نعمل. هذا لوك غير على الاخر. انا مصدومه ليش ولا مره عملت هيك؟ ولا مره فكرت اعملها. واو شوفوا كيف طالع. شو حاسة هلا؟ حاسة في جبل فوق. شوفوا ما أحلى زينة الكريسماس هاي، كتير حلوة. شو رأيك؟ واو واو. وهون عنا كمان زينة بصراحة يعني تفوز، والله كتير 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 أكابر. طبعا خلصنا من الصالون وكل شيء وهلا نزلت طلبت سيارتي والأخت كالعادة بدها تاكل، يعني دائما لازم تاكل. عم بحكي عنك طلعي. تخيلوا ضلينا عم نستنى السيارة تبعنا ربع ساعة، يعني ما بعرف يمكن أكثر ما بعرف، وما كانت توصل. طلعنا نشيك شو اللي صار. قاموا حكولنا إنه ما عطيتونا المفتاح والسيارة ما عم تشتغل وما بعرف شو. ضلينا واقفين معن. وشيكوا شيكوا حكى لنا شيك الباكس شيكناها. قال لا شيكوا هاي الباك وهي الباك. شيكنا ما معنا شيء. الشنات اللي معنا حتى شناتي أي شيء ميك اب والله ما ضل شيء. اخر شيء رحت حكيت اللي اعطيته المفتاح قال ايه اعطيتيني اياه بس انا نسيته بالسياره. طيب ليش؟ ليش؟ بس الحمد لله انه المفتاح موجود ما ضاع، يعني ان شاء الله لسه عم نستناها نحن. بنطمنكم اذا ضاع احتمال انزلق. اكسكيوز مي اتس فاين اتس فاين ثانك يو ثانك يو باي. الحمد لله انه طلع المفتاح مو ضايع واجت السياره. واخيرا مش الحال وجينا ناكل. بس جوعان جوعان جوع مو طبيعي. هلا بس اسكر الكاميرا وخلصت يا جماعه. بس بنقلكم انه انا خايفه من ردة فعل ماما لما تشوف هذا الفيديو. او هي ما حتشوف هذا الفيديو، حتشوفه اليوم. بحس خلاص اتعودت. مو اول صدمه ولا اخر صدمه ماما. برجر الله يستر. وبما انه وصل اكلنا كلياته فرح ننهي هون الفيديو ونروح نتعشى. وبدنا نحكي لكم لا تنسوا فولو على الانستغرام تبعنا. هذا انستغرامي وهذا انستغرام رند. اعملوا لنا فولو هونيك وكمان اعملوا لنا سبسكرايب لحتى تصيروا من عائلتنا على اليوتيوب. ونحبكم كثير احلى ناس وسلام. طيب خلينا نجرب هذا الشيء. هذا باباي. لا هي هي البباية. شو هاد؟ شو هذا؟ لا دي 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 ويت ويت ويت. يمكن هذا البباية وهذا مو البباية. سويت صح؟ هذا يمكن شيء من الفيتامينز. شو هاد؟ هو البوستر. الناس بطيخ موز برتقال كثير غريب. عنب. عنب ما بعرف شو هذا. اول مره بشرب عصير عنب. ما بعرف شو هذا. شو هذا؟
انا بدو كوكتيل. واو كوكتيل.